والصلاة والسلام على أشرف رسول الله وعلى آله وأصحابه الفائزين برضا الله وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وآل كل والصحابة أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي يسر ولا تعسر، ربي زدنا علما وحلما وفهما وعقلا وادبا، ربي اتمم بالخير والسعادة، والله ولي التوفيق ومنه التحقيق وبه التصديق، إنما الأعمال بالنيات والعاقبة للمتقين. أما بعد، فإن خير الحديث حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما فصل في الحوالة، نعم، يبين هنا مسائل الحوالة. ما هي الحوالة؟ الحوالة أو الحوالة بكسر الحاء، لكن الأفصح بفتح الحاء. الحوالة لغة التحول والانتقال. أحال يحيل حوالة بمعنى التحول والانتقال. وشرعا عقد يقتضي تحول الدين من ذمة إلى ذمة، فإذن في اللغة مطلق التحول، لكن في الشرع تحول دين من ذمة إلى ذمة. تحول دين من ذمة إلى ذمة يقتضيه هذا العقد، عقد الحوالة. وقد تطلق على هذا الانتقال أيضا. ما انتقال دين من ذمة إلى ذمة أو عقد يقتضي هذا الانتقال. نعم. تصح حوالة بصيغتين، صيغتان الإيجاب والقبول كلاهما. في بعض العقود يراد بالصيغة الإيجاب فقط، أما هنا الإيجاب والقبول جميعا. وهي إيجاب ممن؟ من المحيل. يعني هنا في هذه الحوالة أو في عقد الحوالة يكون ثلاثة أشخاص: محيل، محتال، محال عليه. محيل يعني هو يحيل، يعني ينقل ما في ذمته من الدين إلى من؟ إلى ذمة آخر. فإذن هذا الذي ينقل هو محيل، والذي نقل إلى ذمته الدين هو محال عليه. أما المحتال من هو؟ هو الدائن. المحيل يكون مدين. وهي إيجاب من المحيل: كأحلتك على فلان بالدين الذي لك علي. فإذا يكون هناك هذا، أحلتك على فلان، إذا المحتال عليه من يكون؟ صاحب الدين أم من نقل إليه؟ محال عليه يعني نقل إليه الدين. إذن أنا محيل، علي دين لزيد، فإذن أنا من أقلت دينه، يعني دين زيد إليك، فإذن أنت محال عليه، أنا محيل وهذا زيد محتال. حسب العبارة قلتم من أحيل عليه، ربما نحن نحط عليكم الآن
إيجاب من المحيل. المحيل ماذا يقول؟ أحلتك. أحلتك الخطاب لمن؟ للدائن، يعني علي دين لزيد، أنا أقول لزيد أحلتك على فلان، يعني عليك، فإن أنت محال عليه بالدين الذي لك علي. بأي شيء أحيلك أو أحلتك على فلان بهذا الدين؟ فإذا هذا هو يأخذ منك، يعني زيد يأخذ منك ذاك الدين، وبعد ذلك لا يأخذ مني، بل هذا المحتال يأخذ من المحال عليه. ثم لماذا نقلت عليه؟ يكون لي دين عليه لذلك. فإذا يكون لي، يعني يكون للمحيل دين على المحال عليه. فإذا هذا هذا محال عليه يعطي ما عليه لي لهذا المحتال. هكذا يكون يدور حول ثلاثة صيغة، إما هكذا يعني، أو صيغة أخرى، أو نقلت حقق إلى فلان. فإذا هذا في صيغة الفلان، الفلان هو المحال عليه. أو جعلت مالي عليه لك، جعلت مالي، هنا يعني تصريح بأن على المحال عليه دين للمحيل. جعلت مالي، مالي أين هذا مالي؟ يعني في ذمة المحال عليه، فإذا نقلته جعلته لك. نعم. وقبول صيغة، وهو وهي إيجاب وقبول. قبول ممن؟ من المحتال. أما بالنسبة إلى المحتال عليه أليس له دور هنا؟ لا صيغة ولا رضا ولا إذن لا شيء. هذا عقد ينعقد ويجري بين المحيل والمحتال، وبعد العقد يستقر الدين في ذمة المحال عليه. يعني في المحال على المحال عليه الدين، فهذا يجب عليه أن يؤدي إلى رجل، لكن بعد الحوالة هو لا يؤدي إلى ذلك الرجل، بل يؤدي إلى رجل آخر. هذا هو يعني تحول فقط. ثم وقبول من المحتال، ينبغي أن يكون القبول والإيجاب بلا تعليق، بلا تعليق يرجع إلى القبول والإيجاب جميعا. فإذا لا يصح التعليق في صيغة الحوالة. تعليق كيف؟ إن جاء رأس الشهر أحلتك، أو إذا استهل رمضان أحلتك، هكذا تعليق لا يجوز. ثم ويصح بأحلني، يصح يعني يصح القبول. إذن هذا هو قال أولا، يعني المحتال قال أولا للمحيل أحلني بصيغة الأمر، فإذا قال أحلتك على فلان بالدين الذي لك علي. فإذا يتم. ثم وبرضا محيل ومحتال بصيغة تصح، وكذلك برضا محيل ومحتال. هذا رضا المحيل والمحتال يدل عليه الصيغة السابقة، سبق أن بينا في باب البيع الصيغة لماذا يعتبر عليها؟ البيع بالتراضي كما ورد في الحديث، إنما البيع بالتراضي، لكن الرضا أمر خفي لا يطلع عليه. أقيمت مقامه الصيغة. فإذا لو كانت صيغة ثم ما معنى قوله برضا محيل ومحتال؟ هذا ليس لإفادة أن الرضا يحتاج، بل لنفي عدم اعتبار
عريض المحال عليه. لذلك هذا الذي قال ولا يشترط رضا المحال عليه، بل هنا يعتبر رضا المحيل والمحتال، وهذا الرضا يتحقق بصيغتهما يعني بإيجاب وقبول. أما محال عليه لا يعتبر صيغته ولا قبوله ولا رضاه لا شيء منه. نعم. ثم يلزم بها، يلزم بالحوالة دين محتال محتالا عليه. فإذا يكون للمحتال دين على المحيل، فهذا تحول منه إلى من؟ إلى المحال عليه. هذا هو نتيجة عقد الحوالة. لزم بمعنى أصار في ذمة المحال عليه. هذا الدين، دين المحتال كان في ذمة المحيل بعد عقد الحوالة، ثبت صار في ذمة المحال عليه. هذا معنى قوله دين يلزم دين محتال محالا عليه. لو ثبت في ذمته فيكون فيبرأ المحيل، محيل بريء من هذا الدين بالحوالة عن دين المحتال. نعم. والمحال عليه عن دين المحيل، كذلك أنا قلت يكون للمحال عليه دين على المحال عليه دين للمحيل هكذا. فإذا هذا الدين الذي حوله إلى من؟ إلى المحتال. فإذا هذا المحال عليه أيضا يبرأ عن دين من؟ عن دين المحيل، ومع ذلك يثبت له دين المحتال. هذا بالنسبة إلى المحال عليه، بالنسبة إلى المحال عليه براءة ذمته من دين أو ثبوت دين في ذمته، أما المحيل براءة ذمته من دين هكذا. ثم ويتحول حق المحتال إلى ذمة المحال عليه. هذا هو فائدة ونتيجة ومقصود الحوالة. حق المحتال تغير من ذمة إلى ذمة إجماعا. إجماعا هذا دليل لقوله يلزم دين محتال محتالا عليه، هذا دليله إجماعا. فإن تعذر يعني هكذا ثبت في ذمة المحال عليه دين المحتال، ثم بعد ذلك لو تعذر تحصيل دينه من المحال عليه هل يرجع إلى المحيل؟ لا يرجع، هذا الذي يقول. فإن تعذر أخذه، أخذه يعني أخذ المحال عليه، أخذ المحتال، أخذ المحتال، أخذه أخذ المحتال منه من المحال عليه، أخذه منه أو أخذ الدين. إن تعذر أخذه أخذ الدين منه من المحال عليه. لماذا تعذر؟ بفلس، يعني صار مفلسا هكذا بعد الحوالة، صار المحال عليه مفلسا. تعذر أخذ مال المحتال منه. حصل ثم هذا الفلس متى حصل؟ حصل للمحال عليه. هذا فلس حاصل للمحال عليه، لذلك تعذر أخذ الدين منه. وإن قارن الفلس الحوالة، ممكن هذا الفلس كان يعني كان المحال عليه مفلسا عند الحوالة، ليس لا يشترط تجدد الفلس بعد الحوالة، إما تجدد بعد الحوالة أو كان مقارنا للحوالة أيا كان تعذر، أو جحد تعذر بسبب جحد إنكار، أي إنكار من ينكر من يجحد، إنكار منه ممن من المحال عليه
هو ما انكر للحوالتي ما انكر الحواله او دين المحيلي او هو ينكر دين المحيل يعني هو يقول اليس علي دين للمحيلي او يقول يعترف بالدين يقول علي دين للمحيلي لكن هو ما احال علي المحيل ما احال علي دينك هكذا ينكر احدهما او حلف عليه وحلف عليه نعم هذا عند الانكار يثبت الانكار بالحلف واليمين نعم هكذا بحلف من يحلف المحيل لا المحال عليه المحال عليه يحلف عليه على الانكار هكذا او بغير ذلك يعني تعذر اما بفلس او جاحد او غير ذلك مثال هذا الغير كتعزز المحال عليه وموت شهود الحواله تعزز يعني تغلب هو يتغلب المحال عليه صار قويا متغلبا لذلك لا يعطيه ليس مفلسا بل هو موسر غني ولا ينكر ايضا ومع ذلك لا يعطي ثم وكذلك موت شهود الحواله هذا سبب اخر هكذا تعذر لم يرجع المحتال على محيل بشيء يعني بالحواله كان الدين على من كان الدين ثابت على المحال عليه لاجل ذلك لو تعذر تحصيل الدين منه هل يرجع الى المحيل لا يرجع الى المحيل ثم عندما يتيسر ياخذ من المحال عليه فقط لم يرجع المحتال على محيل بشيء يعني لا بتمام الدين ولا بجزئ ثمن وان جهل ذلك ممكن هذا المحتال جاهلا بهذه المساله مبالغه يعني وقت الحواله كان جاهلا بهذا الحكم ثم علم هل يعتبر الجهل في رجوعه او في صحه رجوعه على المحيل لا يعتبر نعم ولا يتخير هل له خيار ليس له خيار ايضا خيار فيما في فسخ العقد في فسخ عقد الحواله ليس له خيار ولا عذر نعم ثم لو بان ولا يتخير لو بان المحال عليه معسرا نعم وان شردت يساره يعني في الحوالة المحيل والمحال عليه شرطا يسار المحال عليه ثم بعد ذلك صار معسرا هل له خيار ليس له خيار أصل نعم ولو طلب المحتال المحال عليه فقال أبرأني المحيل قبل الحوالة وأقام بذلك بينة سمعت وإن كان المحيل في البلد ثم المتجه أن للمحتال الرجوع بدينه على المحيل إلا إذا استمر على تكذيب المحال عليه ولو طلب المحال طلب لمن طلب للمحال عليه يعني هو سأل دينه فقال عندئذ المحال عليه قال أبرأني المحيل قبل الحوالة إذا أبرأني معناه يقر بالدين كان يقر بالدين ثم بعد ذلك ادعى أنه أبرأه قبل الحوالة وأقام بذلك بينة ثم بعد ذلك هو أقام بينة على الإبراء سمعت سمعت يعني قبلت البينة وإن كان المحيل في البلد يعني لو كان المحيل حاضرا في البلد لا يستفسر يعني لا يحضر المحيل ولا يستفسر بل قاضي الحاكم يقبل هذه البينة ثم المتجه وإذا لو كانت هذه البينة مقبولة متجهة فكيف يحصل المحتال دينه ماله بعد قبول هذه البينة لا يمكن تحصيله من المحال عليه فإذا من أين يحصل هذا الذي يقول بعده ثم المتجه
أن للمحتال الرجوع بدينه على المحيل. فإذا في هذه الصورة هو يرجع على المحيل إلا إذا استمر على تكذيب المحال عليه. لكن في إثبات المحال عليه هذه البينة في جميع حالاته لا يستطيع أن يرجع المحتال على المحيل، بل لو لم يستمر على تكذيب المحال عليه يرجعه. ممكن هذا المحال عليه حتى ببينة على براءة ذمته من دين المحيل، ومع ذلك يكون المحيل منكرا للمحال عليه وتكذيبا للمحال عليه. محال عليه جاء ببينة فأثبت بها عند القاضي ماذا؟ براءة ذمته، ومع ذلك ماذا يقول المحيل؟ هو مستمر هكذا في تكذيب المحال عليه، فلا يستطيع المحتال أن يحصل دينه، هناك يفوت. نعم. ثم ولو باع عبدا وحال ثمنه ثم اتفق المتبايعان على حريته وقت البيع أو ثبتت حريته حينئذ ببينة شهدت حسبة أو أقامها العبد لم تصح الحوالة. وفيما مضى يعني مسألة جواز الرجوع، وهنا يعني مسألة بطلان الحوالة، هذا الذي يقول ولو باع عبدا، رجل باع عبدا فإذا يكون له ثمن على المشتري، ماذا فعل؟ وأحال بثمنه. أحال بثمنه يعني أحال رجلا آخر على المشتري بثمنه، البائع لم يقبل هذا الثمن من المشتري، بل هو قال لرجل آخر أحلتك بدينك على فلان، يعني سمى المشتري هكذا، هذا معنى أحال بثمنه. ثم اتفق بعد هذه الحوالة، اتفق المتبايعان، يعني هذا البائع والمشتري اتفقا، ليس كلاهما فقط بل المحتال أيضا، هذا كما سيعلم مما سيأتي، وكما ذكر في المنهج هنا اتفق المتبايعان والمحتال، هؤلاء الثلاثة اتفقوا على حريته، حرية العبد وقت البيع، أو ثبتت حريته بما حين البيع وقت البيع ببينة، هذه البينة شهدت حسبة، حسبة معناه هذا رغبة في ثواب الله تعالى، يعني ما قامت هذه البينة بطلب من يعني المدعي، المدعي لم يطلب منه أن يشهد على دعواه، بل جاءت وشهدت حسبة، أو أقامها العبد، يعني العبد أقام البينة على ما؟ على أنه تحرر قبل الحوالة، لم تصح الحوالة. نعم. ثم وإن كذبهما المحتال في الحرية، يعني في هذه الصورة ذكرت اتفق المتبايعان والمحتال، فإذا متبايعان اتفقا لكن المحتال يكذبهما، فإذا هل تصح الحوالة أو لا؟ هذا الذي يذكر. وإن كذبهما المحتال في الحرية، يعني في كون العبد حرا وقت البيع ولا بينة، ليس لهما بينة، فلكل منهما تحليفه، لكل منهما يعني لكل من المتبايعين تحليفه، تحليف المحتال على ما على نفي العلم بها، وهو يحلف على أنه ما كان يعلم بما بالحوالة، لا بالحرية، عدم العلم بها بالحرية، وبقية الحوالة هكذا يحلف ثم يبقى الحوالة، لا تبطل الحوالة في هذه الصورة. ولو اختلف هل وكل أو أحال، يعني
هذا اختلاف بين الدائن والمدين في للحوالة، يكون هذا محيل ومحتال، وهما اختلفا الدائن والمدين في أي شيء. اختلفا في أن المدين هل وكل، يعني وكل الدائن، لماذا وكل؟ لقبل دينه من رجل آخر، لو كان توكيلا يعني توكيلا في قبل الدين هكذا، أو يعني أحالا، يعني المدين أحال الدائن على هذا الرجل الثالث هكذا. لكن يعني بعد ذلك اختلاف، هل هذا توكيل أو إحالة؟ بأن قال المدين، مدين يقول وكلتك، وكلتك أنا لتقبل لي، أنت تقبل الدين من المدين لأجلي، فإذا هذا وكالة بالقبض. فقال الدائن بل أحلتني، ما وكلتني وولتني، بل أنت أحلتني على من؟ على المدين. أو قال المدين أحلتك، فقال الدائن بل وكلتني. صدق منكر حوالة بيمينه، في سورتين يصدق منكر حوالة، فيصدق المدين في الأولى هو الذي أنكر، والدائن في الأخيرة، يعني ذكر مثالين في سورة الأولى يصدق المدين، في سورة الثانية يصدق الدائن. لماذا منكر حوالى يصدق؟ لأن الأصل بقاء الحق في ذمة المستحق عليه. يعني لو كانت حوالى فينتقل حق المستحق عليه ممن إلى من؟ من المحيل إلى المحال عليه. وهذا الذي تقتضي الحوالة، أما التوكيل يقتضي بقاء حقه على من؟ على المحيل. هذا هو الأصل، هذا حق يبقى في ذمته، في ذمة من؟ المستحق عليه. من هو المستحق عليه؟ يعني المحيل. نعم.